السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا كتير كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة بقى شوفوا بقى يا جماعة، رز معمر مصري، رز معمر مصري يا جماعة. الرز المعمر هو مصر، محدش يعمل رز معمر زي المصريين. اهو رز معمر مصري، شوف صينية رز المعمر عاملة ازاي. تاني حاجة بقى هنا برضو فراخ بلدي، تاني فراخ بلدي تاني، اللي هي الفراخ البلدي المصرية اللي مش مطحمنة ولا ما كده. وطبعا هنا معانا شوربة لسان العصفور، والواحد يسمي الله ويبدأ بشوربة لسان العصفور دي كده اهو. طبعا دي شوربة الفراخ بس معمول عليها ايه، لسان العصفور اهو، عامل ازاي. الله. خليها في جنب كده بقى، لان لو شربت منها كتير هتشبعني. اهو اهو بقى المعمر ده واخد بظهر المغرفه ده اهي، اهو عشان بس ايه حاجات كده. اهو 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 اهو. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، يعني كيكه طرطة يعني اهو. شوفوا الجمال اهو، الصلاة على النبي. شوفوا هنا، ما اقولكش بقى على ريحة السمنة البلدي والقشطة البلدي، سمنة بلدي وقشطة بلدي، وطبعا وفي زبادي معاها. حاجة بقى يعني انا اعشق المعمر ده، ممكن افطر بيه الصبح. اسمه رز معمر، اسمه رز معمر اهو، عشان لا تختلط. الله الله، ما صلى على النبي. جميل بجد، جميله مسعيده النهارده قوي. ربنا يشفيك يا رب ويعافيك، تسلم ايدك يا جماعه. الاكل جميل روعه. اهو اللهم ديم عليها نعمه يا رب. والله العظيم الواحد ياكل الرز المعمر ده هاف وجبه، لبن حليب وقشطه وسمنة بلدي ورز، حاجة ايه بقى، وزبادي. عباني تعب. نجرب بقى، بسم الله كده. حبيبة قلبي دي، شوفوا يا جماعة. انا طبعا مكلمكم قبل كده عن هذه الفراخ البلدي. الف صلاة، الف صلاة عليك يا نبي. اهو مصلى على النبي، صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي تكسب. أي والله، وتفتح لك بيبان الدنيا، الحمد لله. والله العظيم يا جماعة، احنا عايشين في نعيم. شوف الفرخة اللي طعم هذا الفرخ، مش عارف ايه السبب. ها؟ دي مش فرخة، دي فرخة. جميل قوي يا حاج. طبعا. لا عايز تبكي كمان، ما ينفعش كده. اهو اهو يا جماعه، بقول لكم الحين، شفتوا العود بتاع فريد ان شاء الله يرحمه اهو. شوفوا الجمال بتلحن، اللهم صل على النبي اهو. بصراحه يعني من اجمل الاكلات الواحد بيحبها الرز المعمر ده، لانها اكله مفيده.
وبعدين ملح رز المعمر، اللبن بتاع رز اللبان على طول ما تغلهوش، تحطيه بخير يتسخن بس وتحط على طول، بيبقى طعم حلو بقى مع القشطه مع الحاجات التانيه. يا جماعه الحاجه بتقول لما تيجي تعمل الرز المعمر اللبن يجي من عند اللبان بخير بخيره. يتسخن بس، احنا عاملين طبعا الفيديوهات دي يا حاجه، يتدفى يغلي غلي واحده بس في النار عشان ما تحطش، عشان يساعدك في السوية على طول يعني، مش يتسخن. قبل ما تحطها على الرز يتسخن تمام، ويتضاف على الرز، ويتضاف بقى على الرز، وبعدين تجيب القشطه بقى والزبادي والحاجات دي، وهتدخلي بقى في فراخ في حمام في حاجات دي، دخليها في ناس بتحب العمل بالحمام وبال ايه؟ الحاجات دي. الله عليه الله عليه، اللهم صل على النبي. شوفوا بقى انا نفسي الف مطاعم مصر كلها ونعمل سلسلة المطاعم، أكل أي مطعم نروحه. كورونا دي يا جماعة ربنا يعافينا منها، موقفنا والله كتير. أنا بصراحة بخاف من إيه، من الكورونا جدا. الله حلو أوي مصايدك. اللحمة دي من أجمل اللحوم اللي في الدنيا، الفراخ البلدي. الله رز جميل، شوفوا حاجة هنا والله، السمنة البلدي بتشرب تحت هنا في ال بتشغل ما شاء الله. كم مش فاهم حاجة. جميلة أوي الأكل ده يا جماعة، تسلم إيدين اللي عمل الأكل الحلوة دي، تسلم إيدين اللي اشتغل الفراخ ديت. أنا مشكور أخو أم سهيلة حاجة خالق، مشكور جدا والله، ونشكر كمان أصحاب الفراخ اللي ربوها وتعبوا فيها. المهم يا جماعة مش عايز أطول عليكم الفيديو وخلاص، أنا جبنا الفكرة اللي فيه الفراخ البلدي جميلة مع أي حاجة تتعمل. رز المعمر عايز يتعمل لازم السمنه البلدي والقشطه وكميه اللبن تبقى جايه من عند اللبان، ويتحط وياخد راحته في الفرن كده لما يطلع يغني كده زي ايه على الجيتار. اه والله بيغني والله، سامع انا سامع ريحته، سامع صوت اللبن. اي والله مشكوكه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله.